التكبير سنة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فالتكبير في العيد سنة، سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر، ولكن يفترق أن عيد الفطر التكبير يبدأ من مغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى صلاة العيد، بينما تكبير الأضحى أيضا من دخول ليلة العيد إلى ثالث أيام التشريق، إلى مغيب شمس آخر أيام التشريق، يعني أربعة أيام، يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فهذا يختلف من حيث التكبير. والتكبير نوعان، هناك تكبير مقيد وهناك تكبير مطلق. التكبير المطلق لم يختلف فيه أهل العلم، وهو إشاعة التكبير. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، يذكران الناس بالتكبير، فيكبر أهل السوق. فهذا التكبير سنة، الإنسان يمشي ويكبر، تدخل دوانية كبر، تدش البيت كبر، تخرج من البيت كبر، تكبر على طول وأنت جالس تكبر. فالتكبير هذا يسمى التكبير المطلق. التكبير المقيد ليكون أدبار الصلوات، أدبار الصلوات نص عليه بعض أهل العلم، بعضهم كرهه وبعضهم نص عليه أن يكون يعني أدبار الصلوات، لكن قالوا التكبير هذا لا يرتب ترتيبا مثل واحد يمسك الميكروفون ويكبر ويعيدون وراه، وإنما يكبر الجميع، وإن تناغمت الأصوات أو توافقت الأصوات مع بعض ما يضر إن شاء الله تعالى، ليس مقصودا لذاته.